أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين. السلام على علي بن الحسين. السلام على أولاد الحسين. السلام على أصحاب الحسين الذين بذلوا أنفسهم دون الحسين عليه السلام. أتكلم في محورين. المحور الأول في النهج الفكري للإمام الحسين عليه السلام، والمحور الثاني في الأسلوب الثوري الذي اتخذه الإمام سلام الله عليه. من الضروري أن نتعرف على نهج الإمام عليه السلام الفكري لغرض معرفة عقيدة الإمام، ولنرى كيف كان يفكر وما هي آراؤه بشأن القضايا المختلفة، كيف تقدم وكيف عمل. ولا يمكن تحليل ثورته من دون الاطلاع على نهجه الفكري، ولذلك أي حركة يراد لها النجاح والاستمرار لابد أن يكون لها منهج فكري، تأصيل فكري، حتى يبقى في الوهم هذا المشروع. من الواضح بصورة عامة أنه تعلع في مدرسة جده وأبيه، وتعلم طريقة الحياة الإسلامية، وكان آنذاك أقوى صاحب رأي في مجال القضايا الإسلامية، وأكثر الناس جدية إزاء العمل الإسلامي. من يريد أن يتمثل خط الحسين لابد أن يكون جادا في مسيرته في العمل الإسلامي، في ساحة العمل الإسلامي. وليس هناك شك في نمط تفكيره من حيث الماهية والأصالة، وتهمنا قضية معرفة ذلك. تكلم عن نمط تفكير الإمام عليه السلام. إن بيان كيفية تفكير الحسين عليه السلام وكيف كان نهجه الفكري يتطلب دراسة عميقة وواسعة، ونحن لا نريد القيام بذلك حاليا، لأن هذه المحاضرات هي عبارة عن سريعات مختصرة ومختزلة، لكن كصورة سريعة وموجزة في مجال الخلق. كان يفكر وفقا للأنظار القرآني بالشكل التالي: إن للخلق خالقا عالما مدبرا قديرا سميع وآمرا وناهيا. نظرة الإمام عليه السلام إلى عالم الخلق. أنا لو سألت سؤال أحدكم: ما هو أسلوبك في الحياة؟ ما هي فلسفتك في الحياة؟ على الإنسان أن يتوقف كثيرا ليجيب على هذا السؤال، حتى تتضح معالم حركتك في الحياة. هدفية الخلق، وأن الله لم يخلق شيئا بدون هدف، كل شيء في الوجود له غاية وهدف.
إن الخلق هو على أساس القدر والقضاء والإمضاء. المسائل عقائدية، القضاء والقدر. إن الخلق يخضع للقواعد والضوابط وعلى أساس السنن، وسنن الله لا تتخلف. ولذلك من سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق أن ينصر المؤمنين، أي سنة ثابتة لا تتغير لا تتبدل، لكن بشرطها وشروطها. إن تنصر الله ينصرك، الله ينتصر للمؤمنين إذا انتصروا لدينه وفي سبيله. إن نظام العلة والمعلول يسود العالم وظواهره، لا توجد أو لا يوجد معلول بغير علة. علة وقوف هذه السماعة، هذا المكبر، هو هذا القاعدة. لكن هذه علل نسبية، علل نسبية، لأن العلة التامة هو الله سبحانه وتعالى. يعني هو المقيم على هذه القاعدة بأن تستطيع أن تحمل هذه السماعة. ولذلك في كل حركة الوجود هناك علة ومعلومة، وكل علم هي مردها إلى علة واحدة وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفيض الإفاضات للعلة هذه النسبية فتفيض على المعلومة. مثل ما واحد مثلا يسقط من فوق شاهد سقوطه في الكفية، لكن هذه علة النسوية، الذي أسقطه في الواقع هو الله سبحانه وتعالى. إن الخلق وأمر العالم بيد مدبر، في عبارة كريمة من أهل السواد حفظه الله ورعاه في قصيدة: لا تملك إلا قتلك، لا تملك شيء، أنت ستضربني، تهتك عروة، ستقتلني، فماذا استطيع فعل شيء؟ وهذا فعل الظالم على امتداد التاريخ. إن الخلق هو أمر العالم بيد مدبر، وهو يسيطر على مجرى جميع الأشياء. وحتى نعلم الإنسان يحمل هذا اليقين وهذا الاعتقاد يكون ثابت الجنان في المواقف الصعبة وفي المواقف الحرجة وفي ظل الأزمات. واحد يفقد عنده ولد عزيز لكن ينسى، يضرب رأسه على الحائط، يفقد توازنه لأنه لا يمتلك هذا الكمال. نقل عن الشيخ الأنصار، الشيخ الأعظم، كان له ولد وكان عنده درس في الحوض، توفي ولده قبل بدء الدرس بسويعات وما عنده وقت يروح يغسل روحه، طفل يعني يجري على المراسم الدفن ما عنده وقت. فجاء به
إلى حلقة الدرس بهذه الكيفية ووضعه تحت رداءه تحت عباءته وهو يدرس. بعدما انتهى من الدرس قال خذوا هذا الولد وادفنوه، خذ طلابه. تحتاج إلى فلسفة، تحتاج إلى عمق في الإيمان الذي يسلك الطريق ذات الشوكة. عليه أن يكون عميق الإيمان بارتباطه بالله سبحانه وتعالى، أن يدرك بأن الله هو المدبر هو المصدر. كم من الأحكام على المعتقلين مؤبد وإعدام، من كان يتصور أن يعفى عن شيخ النمر؟ لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وحتى لو وعد فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعدل. الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأن فيه مصلحة الدين، مصلحة الأمة، لكن اختار بقاءك لوجود مصلحة أكبر في مقامك فوق. وهكذا هذا المؤبر والعشر سنوات وسبع سنوات لا، لن يطول الأمر إن شاء الله، لن يطول الأمر. الأمور بيد الله تبارك وتعالى، ليس بيد أحد. إن الخلق واسع وتمثل الأرض والمجرات والظواهر المشهودة جزء من هذا العالم الذي نعيش فيه، جزء من الخلق، ليس كل الخلق وإنما جزء من الخلق. واحد عبر وجنة عرضها السماوات والأرض، إلى الجنة عرض السماوات والأرض، النار وين عرضها؟ نقول لا، هاي السماوات والأرض جزء من الوجود، لا كل الوجود. إن الله خلق كائنات لا نراها تسمى عالم الغيب، كالملائكة، كالروح، كالألم، نشعر بها لكن لا نرى، نؤمن به أو لا نؤمن. إن لطف الله وفيضه وإمداده، يعني إمداده، إمداد الله سبحانه وتعالى تجري على الكائنات لحظة فلحظة. لو توقفت اليد الإلهية، هذا الفيض لو توقف عن الخلق ما تنخلق، لن تنخلق. وإن شاء قضى عليها، لأن بيده. بشأن الإنسان، ما هي رؤية الإمام عليه الصلاة والسلام للإنسان؟ إن الإنسان من أعجب خلق الله، يحظى بتكريم الله ويتمتع بكرامة ذاتية. شنو ذاتية؟ يعني مرة يكون هناك تكريم ذاتي، ومرة يكون هناك تكريم اكتساب مفاضل عليه. بمعنى أن كل الناس مكرم، حتى اليهود، حتى الكفار، بما هم خالق الله خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نحترم الكفار أصحاب الخلق. لماذا؟ لأنهم يشتركون معنا في إنسانية كإنسان، يشترك معنا، وله كرامته. لو تعرض إلى ظلم يجب علي أن أرفع الظلم عنه وهو كافر. لو تعرض يهودي إلى ظلم يجب علي أن أرفع عنه. لماذا؟ لأن كرامة الإنسان كرامة ذاتية. هناك كرامة
مضافة يعني إفاضة على المشتق. مثل شنو؟ مثل الإنسان المؤمن كرامته أعلى أعقية الناس. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقف بإزاء الكعبة يخاطب الكعبة يا كعبة اعلمي أن الله شرفك وقدسك وجعلك أشرف رقاع على الكرة أو على الأرض، ولكن اعلمي يا كعبة أن حرمك المؤمن أعلى وأشرف وأفضل من كرمك المؤمن. هذا تكريم مضاف إلى تكريم ذاتي لكونه هنيا. فكلما اقترب الإنسان من الرمزية، كلما اقترب الإنسان من القداسة، كلما زادت الإفاضات عليه في الكرامة. لذلك العلماء كرامة العلماء مختلفة عن بقية الناس، كرامة أهل البيت عليهم السلام مختلفة عن بقية الخلق، وهكذا. كأعلى أعلى شيء في الخلق هم أئمة الطائفة، أعلاهم الأنبياء فضلا وكرامة. أفضل من كثير من الكائنات هذا الإنسان، خلق حرا ومختارا. لو ندق في هذا المثال، الإنسان خلق حرا ومختارا، لا يقيدك نظام، لا يقيدك مشروع، لا يقيدك حزب، أنت حر مختار، أنت تفكر. أي المشروعات هي أصوات وأصلاح وأنفع؟ خلق حرا ومختارا إلا أن يقر بعبوديتي، إلا أن إذا هو أقر أن أعبد السلطان، أن أعبد البقر، أن أعبد كذا، هذا بعد هو عقر على المعصى، هو خلق في الأصل حرا مختارا كهؤلاء الذين أمضوا حياتهم تقبيلا لأنف الحاكم الضار. هؤلاء لا يشعرون بحرمة، لا يشعرون بكرم، لأنهم أقروا على أنفسهم بالعبودية، سجدت له الملائكة لهذا الإنسان، وهو خليفة الله في الأرض، وهو أفضل من الكعبة إن كان مؤمنا. أفضل من الكعبة، يعني في الوقت الذي تهدم في مساجد وبيوت الله سبحانه وتعالى، نقول للبيوت رب يحمي، ندافع عنه، ولكن عندما تتعرض كرامة المؤمنين وأعراض المؤمنين إلى الهلك، هنا تكون المسألة الأهم. فكرامة المؤمنين أهم من المسألة، الدفاع عن أعراض المؤمنين أولى وأهم من المسلمين. أصلا ينبغي أن لا تستقر الأرض عندما ينطق أعراض المؤمنين، وجوده من الله تبارك وتعالى ويرجع إلى الله. لو الناس تفهم تعلم تعيش هذا الإيمان لما جعلت بعد أكثر من هذا الوقت المعتقلين في السجون. لأن وجوده من الله سبحانه وتعالى، لست أنت الذي أوجدته، فليس لك الحق أن تقيده. هو مظهر أتم لخالق الكون
ولكنهم عبده ومملوكه ومخلوق من قبله. بمعنى أن هذا الإنسان يتصف بصفات الله المؤمن ينبغي أن يتصف بصفات الله سبحانه وتعالى. عبدي في الحديث القدسي أطعنيتكم مثلي عن الصفات، تقول للشيء كن فيكون. وكثيرة هي كرامة العلماء وغيرهم. هو يحدد مصيره وهو رهين بما كسب. لا نظام يفرض علي مصيري، ولا حزب معين يفرض علي مصيري، ولا أي جهة. أنا الذي أحدد مصيري، وأنا أتحمل نتائج ما كسبت، نتائج ما قررت. هو كائن ملتزم ومسؤول، عليه أن يكون ملتزما، عليه أن يكون مسؤولا ومكلفا، ويتمكن في ظل ذلك من نيل العزة أو الوقوع في الذل. إذا باختيار، لا نقول الأرض الظالمة هي التي أذلتنا، نحن الذين استضعفنا أنفسنا فجعلنا أنفسنا أذلة. له حق النظام، وحق الأمن. أنا أفرضه هذا الحق، راح الحياة حق الأمن، أنا أفرضه في الواقع وفي واقع المجتمع. ولذلك هؤلاء الذين يهجمون على بيوتات المؤمنين، لو أن هناك من المؤمنين يردعون هؤلاء حتى يشعروا أهل المنطقة وأهل الحلة بالأمن والأمان، لتغير أمورهم كثيرا. إن لم نأمن نحن لا أمن لكم. الأمن مشترك، لا تعيشون أنتم الأمن، نحن نفقد الأمن. وحق الرشد وحق السمو والعلو والحرية والاستقلال. مأمور بالحياة وله مرشد وهادي، لذلك وهو مسؤول إزاءه ويستحق الثواب والعقاب، لأنه مسؤول ومكلف في مجال الدين. ما هي رؤية الإمام عليه الصلاة والسلام في مجال الدين؟ إن الله أرسل الأنبياء لهداية البشر وإرشادهم وتوجيه حياتهم في هذا العالم. أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتمهم، ويأتي بعده خلفاء معينون من قبل الله وهم الأئمة الطاهرون. أن القرآن هو كتابه الخاتم، وهو مصدر جميع التعاليم والأحكام والقوانين والقواعد. أن السنة مبينة له للقرآن، وهي تشمل القول والفعل والتقرير الصادر عن المعصوم، وتوضح النهج العملي للإسلام. وظيفة السنة، وظيفة الأحاديث الشريفة من النبي لكم صلى الله عليه وآله إلى الأئمة الطاهرين. ورد في القرآن والسنة جميع ما يتعلق بحياة البشر في الدنيا والآخرة، ما
يوجد شيء لا صغيرة ولا كبيرة في الحياة إلا ومذكورة في القرآن ومذكورة في السنة. إن حفظ الشريعة واجب، وإن كان الثمن هو التضحية بالمال والنفس. إذا كانت هناك ضرورة لإعلاء كلمة الله وإعزاز الدين، فإن الجهاد في سبيل الله يصبح أمرا واجبا. إن الإشراف على إجراء الدين والدعوة إلى الكتاب والسنة واجبة على كل مسلم، ما يحتاج إلى إذن لا من فقيه ولا من الولي والفقيه. الدعوة إلى الله وإلى سبيله لا تحتاج إلى إذن. يجب على الجميع مواجهة البدعة التي تدخل على الدين مهما كان الثمن. إن اليقظة والفطنة مهمة بالنسبة للمؤمن، كي لا ينفج الحكام والسلاطين والأعداء في الداخل نهج الإسلام مع نهج أهوائهم السياسية. ويجب أن يكون موقف العالم الإسلامي دائما هو الدفاع عن الإسلام. وهذا معنى توجيههم أنه يجب أن نكون يقظين وحذرين في مجال القيادة والحكم. ما هي رؤية الإمام في مجال القيادة والحكم؟ إن أساس وجود القيادة ضروري للمجتمع البشري، ولا يمكن أن يكون هناك مجتمع من دون قائد، لا بد من قائد. يجب أن يكون إمام وقائد المجتمع الإسلامي عاملا بالكتاب ومراعيا للقسط والعدل وواضعا كل كيانه في سبيل الله. واجب الحكم، يعني وظيفة الحكم، إيصال عبء الرسالة الإلهية إلى الناس. يجب أن يوعظ الناس ويسعى في عظة الناس ونصيحتهم، ويحيي السنة ويقيم الحدود على مستحقيها، ويعطي كل شخص حقه. يجب أن يكون في الإمام ثلاث خصال: الورع، الإمام بمعنى هنا القائد، الورع والحلم وحسن إدارة البلاد. يجب أن يهتم الحاكم بالنظام ويكون مدعاة للهداية. الناس لهم حق علينا في تعميق الثقافة وتحسين الوضع المعاشي وإجراء حدود الله، وهو حق ثابت للأمة. في مجال حكام الجو، كيف هي رؤية الإمام في مجال حكام الجو؟ إنهم بعيدون عن دين الله. كلما ظهر وبان ووضح للناس وللأمة أن هؤلاء حكام الظلم انحرفوا عن الإسلام، كلما زاد الوعي وزادت اليقظة عند الناس. لا يحق للناس السكوت على الظالم، وإن أدى السكوت إلى تقوية الظالم فهو حرام. لو أدى السكوت إلى تقوية الظالم فإن هؤلاء الذين سكتوا وصمتوا يؤثمون.
ولذلك جزء من المسؤولية التي تتحملها المعارضة الرسمية عندما جد الناس في المشاركة في البرلمان في تلك الفترة مع الرؤية الأخرى اتضح بعد هذه السنوات بعد 10 سنوات أن الرؤية تلك صائبة كاملة وكل ما حذروا من قد وقع في الواقع. إذن ينبغي العمل بعد بيان هذا الحق وبعد أن تبين جليا في المشهد الحي أن تلك الرؤية صائبة كان ينبغي اليوم أن يكون هناك متوافق على مشروع معين قادر على النهضة استنهاض هذا الشعب حتى يتحرك مشروعه بدل أن نقف في زوايا وكل واحد بمشروعه. يهتم الحاكم الظالم بإماتة الحق وإحياء الباطل في الولاية والحكم والتعاون معهم حرام إلا في حال الضرورة. بالأمس كان العمل في جهاز خدمة المجتمع في الداخلية كان جائزة لأنه في الحكم الثانوي جائز لا مشكلة إذا لم يكن هناك إعانة للطالب وإيذاء للمؤمن. أما عندما يتدخل هذا الجهاز في إرسال مثلا ضاريات إلى المؤمنين وإيذاء المؤمنين أو نزع مثلا السواد نهم في الشاشات نزعوا السواد أنت من تنزع السواد؟ أنت ترتكب منكر وأنا علي أن ألهي هذا المنكر. أنت تحضر المجالس الحسينية وتحارب شعائر الإيمان. إذا اترك الفكر اترك الوكل ولا تعال والتعاون معهم حرام إلا في حالة الضرورة. ضرورة في خدمة المؤمنين مو العكس. من رأى سلطانا ظالما يعمل لتغيير حلال الله وحرامه ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله ولا يواجهه بفعل أو قول فإن الله يعتبره صاحبا وشريكا للظالم. هكذا هي رؤيته. ليس هناك عيش في مجتمع يكون حاكمه وعماله ثبثاء وفاسدين ويكون الواجب هو المقاومة أو الهجرة. لا توجد أي ذلة وفخر في العيش في المجتمع الذي يحل فيه الهوى محل الصفاء الإلهي. إن الإسلام لا يؤيد قيادة الكافرين. في مجال القيادة رؤية الإمام في مجال قيادته للأمة كان يرى نفسه إماما وخليفة الرسول صلى الله عليه وآله وفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نهجه الفكري هو أن أهل البيت عليهم السلام هم أولى من أولئك الأدعياء الظالمين في أمر الحكم منذ رحيل النبي صلى الله عليه وآله. كان يرى مثل علي عن أبي طالب عليه السلام أن أمر القيادة هو أمانة الله والناس وليس فريسة. كان هدفه من القيادة هو إصلاح وضع الأمة وليس الطغيان والإفساد.
كان يرى أن جميع شروط الزعامة والإمامة من علم وحلم وورع وحسن ولاية متوفرة فيه. كيف لا وهو ريحانة رسول الله وهو المنصر من قبل الله سبحانه وتعالى إمام العالم والعالم. كان يرى نفسه أولى بالتصرف من الجهاز الحاكم، كان يرى نفسه مدافعا عن كتاب الله وسنة النبي ومرشدا وهاديا للناس في مجال الحرب والجهاد. كيف كانت رؤيته؟ كان يرى أساس الحرب وسفك الدماء غير صائب وطعمه المرعب. ولذلك هذه عقيدتنا، لا نبدأ بالقتال ولم يبتدئ الإمام بالقتال، إنما قاتلوه فاضطر للقتال والدماج. إن الجهاد ضرورة لا بد منها حين يوجب ذلك حفظ الدين والشرع، حفظ الدين والشرع. امرأة تضرب أمام الرجال والناس عادي الحياة تمشي، كان من المفترض أن تنتفض الغيرة عند الناس نساء ورجال. يكون الجهاد في تلك الحالة بابا من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. إن خير الأمة وسعادتها هي في السيف والأسلحة مفاتيح الجنة، لأن فيه حفظ بيضة الإسلام. إذا لم تتخلى الحكومة الظالمة عن السلطة يجب على الناس إسقاطها. هذه رؤية الإمام. إذا لم تسقط حكومة الجور عن طريق ثورة الناس يجب نقض البيعة والمطالبة بموت الحاكم والمطالبة بموته. يعني الشعار اللي يرفع الصحابة وواقع في رؤية الإمام. تتحقق في الجهاد إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. النصر على نصر مادة، لأن الشهادة نصر. إن الإسلام لا يسمح أن يحكم فينا السفلة ويتلاعبون بأموالنا ونفوسنا. هذه رؤية الإمام. في الحياة الاجتماعية كيف كانت رؤيته؟ مبدأ الحرية مشروطة في الحياة الاجتماعية وتجنب الالتزامات غير الشرعية إلزامي. إن العدالة الاجتماعية وتجنب التمييز هو مبدأ مهم للحياة الاجتماعية أو الجماعة. يجب أن يسود الصلاح في المجتمع وليس الفساد والازدواجية. إن الإشراف الاجتماعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساساً في الحياة الاجتماعية. إن أفضلية الأشخاص على الآخرين مرهونة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل على أجر الناس. لكن هذه المفاهيم احنا عندنا مقلوب. اللي جالس في البيت هو الأفضل عندنا، لا. المضحي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويخدم الناس هو أفضل الناس. يجب إعانة المظلوم ومخاصمة الظالم في مجال الحياة الاجتماعية
احنا نعرف البعض الذين يعملون في السلك في سلك الدافعية ويؤذون المؤمنين وبعد ذلك على الانصار فاحنا نصلي عليهم اجعلونا معذورين في المجتمع إن الله لعن التاركين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب التجنب الظلم من لا ناصر له إلا الله من سمع استغاثة عاجز ولم يغفر فليس بمسلم كيف بأعراض النساء لا دين لمن لا غيرة له يعني لا دين لمن لا غيرة له على العرض والشرف والكرم يجب أن يكون القضاء وفقا للعدل والحق وإن اختلف يجب إسقاط ولذلك عندما وقف الأستاذ عبد الوهاب أمام ذلك القائل قال لا أعترف فيك ولا في من وظفك رؤية الإمام يحسن في مجال الحياة المغرور من خدعته الدنيا يمكن يصلح الوضع يمكن كذا يمكن ايش هذه المعادلات الواقعيه انتم ترون ما احنا نعلم انفسنا بعد صوريا بشيء من المثاليه انه يمكن العمل من الداخل او التغيير من الداخل فضفاض إن الله يهب لعباده منزلات عظمى بقدر تحمل المشكلات البعض ما يتحمل مرة من المرات أحد الإخوة يقول لي شيخنا لما تبعد في الوضع كان عندي كلمة في إحدى المآتم قراءة صينية كان حديث عن التحمل والصبر والاستثمار والبداء وكذا لما نزل قال لي متى بعد شو اللي متى الله سبحانه وتعالى اودع فيك طاقات ان تتحمل اكثر مما هو موجود هذا لا شيء مش شيء يعني تصور احنا موجودين في العراق أمام هؤلاء الدواعش لعنهم الله وهم ينحرون الشيعة نحرة يعلقون الروس على أسفل الحدائق هذا البلد بحد ذاته الله سبحانه وتعالى أفاض على شيعة أمير المؤمنين قوة التحمل والصبر والصلاة لذلك كل ما فجروا بالمسيرات المليونية لبيك يا حسين لبيك يا حسين وانتشر هذا التسجيل في موقع التواصل الاجتماعي على الواتساب الحسينية الباكستانية حتى الخطيب ولم سمع صوت قلنا قالوا احنا في داعي يا حسين مهددين ويدرون انهم يفجرون خلاص قالوا اجلسوا نحن في داعي للحسين عندما نقول لبيك يا حسين ينبغي ان نكون مصداق لهذا الشعار وفجرت الحسينيين هذا الخلق هؤلاء مرتبتهم ومكانتهم ودرجتهم عند الله رفيعه لانهم صبروا صبرا اختياريا كانوا يستطيعون ان يطلعوا يخرجوا
فصبروا صبرا اختياريا وكانوا سباقا لشعر لبيك يا حسين. كان نموذج لاحياء شعائر لعبد الله الحسين عليه السلام. وهذا هو المطلوب. لا يحق للإنسان أن يبايع شخصا مثل يزيد حتى لو لم يكن له ملجأ في الدنيا. ومثلي لا يبايع بالسجن بالقتل بالهجوم بالعار كل شيء لن نبايع. إن الدنيا غير باقية والآخرة غير فانية وتجب اليقين. إذا أدرك الإنسان هذا المعنى لأن إحنا المساكين مش شهداء اللي رحلوا حتى نبكي على الشهداء في حزب الله ما يقيمون مجالس عزاء، إحنا في البحرين نقيم مجالس عزاء. مصر ما نقيم مجالس عزاء، نقيم احتفالات تهنئة. ولذلك هم عبوا تربية وثقافة الشهادة نحو الأقصى. هذه الطقوس الاجتماعية لها أثر في التربية. لازم نعلم الناس ونقول لهم أنتم إذا ولدكم استشهد راح الجنة خلاص. ما في حساب ولا كتاب، الله لا يحاسبه. أحسن منا إحنا يمكن نموت موتة طبيعية وبالتالي نحاسب حساب عسير كذا سؤال. وبعد سنوات ألف سنة يمكن ندش الجنة. هذا الشيء خلاص إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة مخنة. لا نبكي عليه يعني. يجب أن يكون للإنسان موقف إزاء القضايا في مجال الحياة ولا يكون أبانيا. يعني ما يكون إما أنا ويا الناس، أنا ويا الحزب الكذا، أنا ويا الشخص الكذا. لا، أنا عندي موقف، أنت ما أنا موقفك، ما هو موقفك، ما هو رأيك، اطرح رأيك، تكلم، قل هذا المشروع ليس بصحيح، وجهة نظري كذا كذا كذا، واحد اثنين ثلاثة. لو تعلمت الأمة على هذا الأسلوب كنا بخير. نقيم ندوات، نقيم مؤتمرات، ونناقش قضايا بدل التسقيط بدل المنع. وهذا مو صحيح. المجتمع المتحضر الذي يريد أن ينمو وينهار عليه أن يستمع إلى بعضه البعض، يناقش قضايا. المعصوم مفترض الطاعة وهو يشاور أصحابه. علم الناس أن يتكلم. هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في غزوة أحد كان رأي النبي أن يتخندقوا على أطراف المدينة وتكون الواقعة أو غزوة أحد على أطراف المدينة. هذا كان رأي النبي، رأي النبي عليه يعني رأي الله سبحانه وتعالى. إن هو إلا وحي يوحى. ومع ذلك كان رأي الأصحاب أن يتخندقوا في جبل أحد. أجمع الصحابة على هذا الرأي فسلم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبين لهم أن رأيهم كان خطأ، رأي النبي كان أصلا. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرأي؟ يريد أن يعلم الأمة أن المعصوم لم يتكلم إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أترك المجال إلى الناس أن يتحدثوا، أن يقترحوا، أن ينتقدوا انتقادا بناء لينهض هذا المجتمع. الرشد في عدم التعلق بالدنيا والعيش بزهد. هذا الفرق.
الإنسان مثلا عند سيارة آخر موديل، وشخص آخر عند سيارة مسكين في الثمانينات حالتها حرية، زين تمشي في الشارع. أحيانا يكون تعلق هذا الإنسان اللي عنده السيارة القديمة أكثر من تعلق ذاك اللي عنده سيارة الحبيب. لكن مشكلة بعد إذا كان نكزس وشبح المجلس من نواب مشكلة صعب واحد يتخلى عن أمور الدنيا. فالذي يتخلى عن إرادته الذي يتصرف فيها في داخله. الرشد في إطار الحرية الفكرية والتحرر من الحياة الحيوانية. لابد أن يكون لك قرار، رأي، أسلوب حياة، فلسفة الحياة، أهدافك واضحة، خارطة الطريق في الحياة، القبول بدعوة الظلم هو خضوع للذلة وشبيه باستسلام أسد لثعلب. القبول بدعوة الظلم هو خضوع للذلة وشبيه باستسلام أسد لثعلب. لا يمكن دفع الناس إلى طلب الحق والصدق من دون تمزيق النظام الجاهلي في الحكم. يجب التسليم لله في الحياة، ويجب شكر الله إذا وقع أمر وفقا للمراد، وإلا يجب الصبر. هيهات من الذل. يأبى لنا الله ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طارت وطهرت من أن نؤثر طاعة اللئام على الموت أولى من ركوب عار. أي عار قبول الظلم، عار الاستسلام، عار الخنوع والخضوع للظالمين. الموت أولى والعار أولى من دخول الجنة، لكن لا يتحقق الثاني إلا ويتحقق الثالث. إذا ركب الإنسان العار دخل الجنة. رؤية الإيمان في واجب العدل. ما هو واجب العدل؟ إن الله أخذ على العلماء أن لا يسكتوا إزاء جوع المظلوم وظلم الظالم. هذه الدروس هي التي ينبغي أن تعبر في مجالس أبي عبد الله المسلم. يجب على العالم أن يظهر علمه إذا ظهرت بدعة في مجتمع، وإلا فلعنة الله عليه. يجب أن يتفرق الناس عن العالم الذي يصبح مرتبطا بالحكم ويترك نهج الديانة. وكان يعتبر نفسه الإمام الإسلام عالما ومأمورا بنجاة أمة باكية أعطت دماء ومضطهد من قبل الطاغوت، وكان يقول أنا قتيل عبر طول عليكم على شوية.
تعبتم من أنا في مسألة وآخر الله الليل جيبوا عشرة وعشرة. الأسلوب الثوري. إن نهضة الحسين عليه السلام من أنظار السياسي الكفور هي نهضة واقعية مدروسة وعقلانية تم التخطيط لها على ضوء ضرورة الزمن، وكثير من الشخصيات البارزة غير الإسلامية أشادت بنهضة الحسين عليه السلام. إن نهضته إلهية وسماوية وقائمة على أساس أدلة إسلامية وقرآنية محض. ومن جهة أخرى كانت قائمة على أساس مبادئ علم الاجتماع والسياسة، طبعا ليس المقصود بسياسة الضغط والمكر أنه لم يحصل على أحد من الأنصار. من جهة ثالثة كانت ثورته ذات طابع دفاعي خاصة، وأنه تعرض إلى هجوم خاص لأنه كان يعظهم حتى في آخر لحظة من لحظات القتال، كان يعظهم. ومن جهة رابعة كانت تحركا مفاجئا بالنسبة للناس الغافلين بسبب أنهم اعتادوا على الظلم وفساد الجهاز الحاكم، وفقدوا في بعض الموارد حريتهم واستقلالهم وإنسانيتهم، وقد أدت ثورته إلى استيقاظهم من نومهم ومن سباتهم غير المناسب وأثار حيرتهم. شلون أنت تمضي بهذا العدد الكبير أمام 30,000؟ وأدرك الناس في أي حوض وسخ يسبحون، وأي عبء ثقيل كان على كافرهم ظلم. نلاحظ طريقة كفاحية خاصة في الثورة الحسينية لا تنسجم كثيرا مع الشكل المتعارف بالأمس واليوم، فقد حصل خلالها توقف أحيانا وهجرة أحيانا أخرى، وألقي الخطط ومواعظ في بعض الموارد، وأخيرا سد السيوف. لقد بدأ بتحرك تدخلت في ظهوره ثلاث عناصر، هي طلب البيعة من قبل معاوية، ثم من قبل يزيد، ودعوة أهل الكوفة له، والمطالبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخيرا إصلاح الأمة الإسلامية وتهيئة أرضية الثورة للإمام بعد موت معاوية ورشد المجتمع الإسلامي، خاصة وأن الإمام لم تكن لديه معاهدة وبيعة ليزيد، وقد اتجه الرأي العام ومشاعر عامة الناس إلى الحسين وكانت لصالحه، وكان على اطلاع بالحوادث والقضايا، وبالنتيجة لا يمكن أن تهجم عليه اللوابس العالم بزمانه، لا تهجم عليه اللوابس الغوائب. وكان عالما بعاقبة أمره واستشهاده، ونعلم أن العلم بالحوادث وحتى الأخطار لا يكون سببا في تخلي الإنسان عن الواجب، ولا يحق للأئمة المعصومين عليهم السلام الاستفادة من عنصر علم الغيب لصالح حياتهم الخاصة. لذلك عندما نادى الحسين عليه السلام بواعيته: ألا من ناصر ينصر؟ ألا من معين يعيننا؟ نزلت آلاف من الملائكة: لبيك أبا عبد الله. لكن الحسين لم يأذن له، فقال له: هكذا ألقى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا ألقى الله سبحانه وتعالى، لأن الله شاء حيران القتيل والمنهج. قيادة المواجهة. نلاحظ ثلاثة أركان أساسية
في المواجهة الحسين المي. هذه مسائل مهمة جدا، اسمحوا لي شوي أطول عليكم، لكن هذه مسائل مهمة أحاول أن أختصر سيئة. العلم والهدفية وتهيئة الأدوات وإمكانات السيطرة على القضية حين التنفيذ، وكانت خصائص قيادته في المواجهة هي العلم والاطلاع، وهو ركن أساسي في تحرك كل ثورة. العلم مهم وأساسي في تحرك أي ثورة. معرفة الأوضاع وخاصة المعرفة السياسية، وهكذا المعارضة الرسمية وهي تعلم عن بعضها بعض التفاصيل، أن تقرأ بدقة كل ما تحدث به وكتبه الأستاذ عبد الله وتقارنه بالواقع. الإدارة على أساس الهدفية التي تؤدي إلى الحزم، الاختيار أو اختيار لأصحاب المؤمنين وإطلاعهم على الأمر، يعني يتعاهد المؤمنون الخلص مع بعضهم البعض لأن يقوموا بهذا العمل، يخطط. الأهلية للقيادة والقدرة على السيطرة، لابد أن تسيطر القيادات الفاعلة المؤثرة في الساحة، وإلا فقدت الثورة والساحة وهجرت الثورة. ينبغي على القيادات الثورية هي التي تمسك الزمام. إن أراد الشعب أن يحيا بثورته ويقطف ثمار الثورة، تقييم ظروف التحرك والتقدم خطوة فخطوة بدراسة، الاستقامة في الأمور وعدم الاهتزاز خلال المسير الناجم عن إيمان، لا يتزلزل لا يتقاطع، يواصل الطريق. الطريق في عقبات، في عقبات، في شوك، يجب أن لا يستسلم لهذا الشوك والعقبات. الضرورات في الأسلوب الثوري، هناك عناصر ضرورية في الأسلوب الثوري المثالي، وفي كل مواجهة يراد لها النصر والنجاح، ويراد لها أن تكون من أجل خير وسعادة الفرد والمجتمع، وسنشير إليه بصورة سريعة. وهذه الضرورات هي: واحد، وجود نهج فكري، لابد من وجود نهج فكري للثورة. إن الشخص الذي يريد القيام بمواجهة يجب أن يختبر رؤيته ويدرسها ويصلحها أولا، وتلك الرؤية هي فيما يتعلق بالكون والخلق والإنسان والمسؤولية والتكليف وسير الإنسان ومسيرة الرؤية في امتلاك نهج فكري بشكل عام. كل هذا يمام التوقف. لذلك عندما ننتقل هنا وهناك أي تحرك في العمل السياسي، الهدف هو هذا، أن نرشح، أن ندعو للمناقشة والدراسة والفحص، وندخل مشروعات، وبالتالي نقول هذا المشروع صفر على الشمال. ما قيمة هذه السنوات التي مضت على الأرض؟ من يتحمل السلبيات طوال هذه العشر سنوات؟ إن دائرة هذا النهج الفكري واسعة وتشمل جميع المسائل والمواضيع ذات الصلة بالحياة، وهي تشمل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. السياسية معنى أن يكون
لك موقف سياسي، رؤية سياسية واقتصادية، بمعنى أنهم إذا فصلوا الموظفين من الوظائف كيف تسد هذا الخلل؟ لابد أن تكون لديك رؤية في العمل الاقتصادي، حتى لا ينتكس الشعب. والاجتماعية، إذا فشل مشروع معين ينبغي أن يكون هناك مشروع آخر يسد هذا الناس والفراغ في العمل الاجتماعي في الساحة. ما يصير تمزق اجتماعي بسبب رؤية أو فكرة تختلف عليها، هذا تخلف وليس تكدس. والثقافية والدينية والأخلاقية كيف تمارس على السلوك الأخلاقي الرفيع في ثورتنا؟ ثانيا الهدف، ما هو هدف الشعب؟ مو يرفع شعار وبعد مجموعة تحديات يتخلى عن هدفه ثم يقول لا نستطيع أن نحقق هذا الهدف. هذا دليل على تخلف الرؤية عند هؤلاء. انتراجع تطرح في المواجهة هذه المسألة، وهي لماذا يقوم الإنسان بمواجهة وما هو الهدف الذي ينشده، ولماذا يحارب، ما هو هدفه من كل تلك التحركات، وهل يستحق هدفه أن يضحي الإنسان بنفسه من أجله، ما هو تبريره لموته وحياته، إن بقى حيا ما هو تبريره، وإن مات في سبيل هذا المبدأ والهدف ما هو تبريره. يجب أن يكون هذه المعالم رابعة مؤمنين. ونلاحظ في هدف النهضة الحسينية إحياء الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هدف، إنما وسيلة من أجل هذا الهدف، حفظ الدين وحفظ الإسلام، هذا الهدف وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام، وفي النهاية إصلاح أمر الأم. ثالثا التخطيط للثورة، ينبغي أن لا تكون خطوات وحركة هكذا عشوائية وفوضى، يجب أن تكون مدروسة ومخططة لها. يضع الثائر خطة لخطواته، الخطوات التي تسبق التنفيذ، وخلال التنفيذ ونتيجتها معلومة بالنسبة له، وهو يعلم من أين يتحرك، ما هي الظروف التي يبدأ فيها تحركه، وإلى أي حد يمضي إلى الأمام، ومتى يقوم بالمسالمة، ومتى يحارب، ومتى يواجه، وأين تكون ساحة الثورة، وأين يكون مكان أدوات الثورة. هناك خمس مسائل مهمة، هذه بروحها يبقى لها 10 سنوات، خمس مسائل مهمة ينبغي مراعاتها عند التخطيط للثورة. الاستفادة من الأرضيات، مثل ضعف الجهاز الحاكم واستياء الناس من الجهاز الحاكم وغير ذلك من الأرضيات، يجب أن نستفيد. وقد استفاد الحسين عليه السلام من ذلك في مسيرته الثورية. ثانيا الرأي العام الذي يكون يقظا ويعمل ضد قوى الخصم، ومن الأعمال المهمة
التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام هي أنه أيقظ في الستة الأشهر الأخيرة من عمره الضمير الجماعي وعبأ الأفكار ضد بني أمية. لذلك هدم المظاهر ونزع السوار، كل هذه الظروف ظروف مهيمنة، لأن تتحرك الثورة إلى هدفها. ثالثا، الاستفادة من القوى الشعبية المتطورة والأشخاص الذي يمكن الاعتماد عليهم في الحقيقة. وأي تخلو أو خط في منتصف الطريق، هذا حال الناس، طبيعة الناس هكذا، قد تضعف أحيانا. هناك أشخاص لا يتركون الإنسان وحده في الساحة، أو أنهم لا يهيئون موجبات إعاقة القوم. رابعا، اختيار الزمان والمكان، أين تقع الثورة، ما هي المزايا الموجودة في المكان المحدد، متى تقع. لذلك الاختيار دوار اللؤلؤ، اختيار استراتيجي. ولن يفتحوا لا في تسويات ولا في غير تسويات، لن يفتحوا، لأن حتى مع التسويات سيتجمع هؤلاء المخلصون الذين رفعوا الشعار في ولاية الثورة وسيقفون مجددا ينفعون الناس. دراسة عاقبة الأمر مسألة مهمة، وما هو الحل بعد اعتقال القيادات والرموز وهذا الكم الهائل من الشباب، نساء معتقلات. لابد أن نوجد البدائل والعمل، لا أن تخمل الثورة. وما هو الحل فيما لو سد الطريق لوجه الثورة؟ لازم أمريكا على الثعلب الخبيث توجد بعض الخيوط نجد تسويات تحت الطاولة. لابد أن تكون لدينا مشاريع بديلة قادرة على أن تسقط المشروعات الأمريكية. هناك مسائل على كل حال وقت تتطلب كل ثورة وإن كانت محدودة قوى بشرية وأنصارا. ومن المسائل المهمة في الدعوة هي أن أشخاص من أهل الحماسة ينهضون ويلتحقون بجمع الثوار. والمسألة الثانية هي اختيار الأصحاب، ينبغي أن نرى ما هي شروط اختيارنا للأفراد من حيث الإيمان. والمسألة الثالثة هي اختبار الأصحاب. أنا سمعت من أحد المقربين أن حزب الله قبل أن يختار عينات الأصحاب للانضمام يفضلونهم إلى برنامج تدريبي خاص، يختبرونهم فيعتقلون مثلا ويخضعون إلى ألوان يعني تعذيب نفسي وكذا إلى آخره حتى يختبرون. ما يوضعنا في أي مكان، مو إحنا يعتقل واحد بس ضربة واحدة واحدة تجيب من أول ونضعنا. ما هو المعيار الذي نختبر به الأصحاب، وبأي شكل كان يختتم أمرهم باختيار صحيح؟ لابد أن تكون هناك معايير معينة. كيف نختبر الأفراد بحيث يتم التعرف على المخلصين وغير المخلصين؟ والمسألة الأخيرة هي إتمام الحجة على الأصحاب بحيث يدركوا ويفهموا بأن ظروف وهدف
بأي ظروف وهدف يدخلون الجبهة مواجهة. ولماذا يقومون بالثورة؟ ولماذا يقتلون؟ ونحن نعلم أن الحسين عليه السلام كان أنجح الأفراد في هذا المجال، وقد قال رأيت أصحابا أو ما رأيت أصحابا أبر من أصحابي، لم يتخلوا عن الحسين. التنظيم قد يكون عدد الأصحاب الثوريين قليل جدا كأصحاب الإمام حسين عليه السلام، في واقعة عاشوراء كان عدد أصحاب الحسين عليه السلام أقل من 100 شخص، مقابل عشرات الآلاف من الأشخاص. وقد شبه الإمام عددهم بأسره، وإني زاحف إليكم بهذه الأسرة، كأن الأصحاب المجموعة القليل كأنها أسرة واحدة. ولكنه قام بتنظيم ذلك العدد، وشكل ميمنة الجيش وميسرته وقلبه، وحدد من يرفع الراية ومن يسقي ومن يرمي بالسهم. مسألة التنظيم مسألة مهمة، شبكة إيصال المعلومات. يلعب إيصال المعلومات دورا مهما وأساسيا في قضية الثورة. لا يمكن أن ينجح أي تحرك من دون امتلاك معلومات صحيحة وشبكة اتصالات. وقد شكل الحسين عليه السلام خلال ثورته شبكة معلومات قوية في ذلك الوقت، بواسطة العناصر التي كانت لديه والحصول على الأخبار وعن طريق إيصال رسائل إلى مختلف المناطق من قبل زوار الكعبة. وفي نفس الوقت كان يستحصل معلومات من بعض الأفراد وكان يخبر أصحابه بها. القيادة، إن مسألة القيادة والوحدة فيها مبدأ في المسيرة الثورية، والثبات في القيادة وعدم الاهتزاز والشك فيها يعتبر مبدأ آخر، والمبدأ الثاني من مبادئها وعدم استخدام المكر والحيلة مع المرؤوسين، والمبدأ الرابع من مبادئها تهيئة موجبات سكونهم. وقد عمل الإمام عليه السلام ببساطة وقوة في ذلك المسير، واهتم بتلك المسائل، التنسيق والسيطرة. من المهم أن يكون أسلوب القيادة والتوجيه بشكل بحيث لا يزال مبدأ التنسيق، ويعمل العاملون بشكل منسجم، ويتم الاهتمام بجميع جوانب الأمور، وتخضع ساحة النشاط للمراقبة بصورة تامة، ويتم الاهتمام بالجرحى والشهداء والمقاتلين، وتتم مواساة النساء والأولاد وإثارة الاهتزاز في قلب الخصم. ومن المهم في التنسيق والسيطرة السعي إلى تقليل الخسائر قدر المستطاع، وعدم عراق الدماء كثيرة، وعدم إحلال الأمور قليلة الأهمية محل الأمور المهمة فالأولى، وتقديم الأضرار المالية على الأضرار بالأرواح. وكانت جميع هذه الجوانب تحظى باهتمام الحسين عليه السلام، بالرغم من علمه ويقينه بأنه سيقتل. آخر نقطتين سريعة في الجانب التنفيذي. من المهم في الجانب التنفيذي الاستفادة من الفرص بصورة جيدة، ومن الضروري في هذا لا مجال الإسراع في التحرك والنشاط أحيانا، والإبطاء في التحرك أحيانا، والتوقف أحيانا أخرى. يجب الإمام إلى الأمام بسرعة أحيانا وببطء أحيانا أخرى. ومن الضروري في الجانب التنفيذي القيام بالرقابة كي لا يحصل انحراف في النهج الأساسي للنهضة والثورة، ولا يتم نسيان الهدف الأساسي للثورة. وإذا كان هناك قرار بالانسحاب فينبغي أن لا ينفذ بعد وقوع خسائر كبيرة لا يتم تنفيذه منذ البداية. علينا أن ندرس أوضاعنا جيدا في التقييم. وأخيرا، من الضروري في كل ثورة تقييم الجوانب الإيجابية والسلبية، هذه الخطوة جيدة أو غير جيدة، ما هي السلبيات ما هي الإيجابيات، فيتم التعرف على الفوائد والمزايا التي تحصل في حالة المضي إلى الأمام
والتعرف على الأغرار التي تقع في حالة التوقف، ومن الضروري أيضا تقييم الهزيمة والنصر بصورة مستمرة ولا توقف. إن التعمق في عمل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ونهضته يجعل أمامنا آفاقا جديدة في هذا المجال، وتعتبر مسيرته درسا لرجال السياسة وقادة النهضات والثوار. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين.